و انا فی تسعینات من عمر حساب وفقت لن اقول لكم شيئا هو حاصل هذه التسعينات من عمرنا الله تعالى الحاصل ان سعادة الدنيا والآخرة رهن بالتسليم لله تعالى فقط معرفة وحبا وإطاعة وبرنامج هذه الإطاعة ليس إلا القرآن الكريم والكلمات المأثورة عن عبده صلى الله عليه وسلم وأفضل من وجدت مرآة لهذه البرامج سيدنا الإمام الخميني ثم الإمام الخميني ولأجل التوفيق للعمل بهذه البرامج جعل الله لنا عاملا مؤجلا هو التوسل إلى أهل صلى الله عليه وسلم وأظن أن أفضل شيء يمكن للإنسان أن يتقرب به إلى الله في جميع الآنات هو ذكر الله والتوجه إلى صاحب الأمر جل وعلا وهو آمر التوفيق للدنيا والآخرة وأمر سهل حلو ليس له زحمة ليس له مؤونة كثيرة التوجه بعد 80 أكثر من 80 من عمري لم أجد عاملا أقرب وأكثر تأثيرا من هذا وفي نفس الأمر أيسر العمل وهذا ادعاء يمكن أن يكون اختبار وأعتقد أن العمل الأصيل في توفيق الإمام الخميني رضوان الله عليه ونائبه الصالح وأمثاله من سيد حسن نصر الله هو هذا والتوجه القلبي إلى صاحب الأمر عز وجل وفقكم الله وإيانا وجعلنا شاكرين لهذا المعرفة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله